حبيبي. برافو برافو بتجنن. ما قلت لي حياتي خلصت لي البضاعة اللي قلت لك طالعة من المطار؟ صارت بالمخازن. والله كلها كلها؟ ليش جوزك بيقول كلمة وبيتراجع فيها؟ إن شاء الله بتقبر قلبي. بس ما قلت لي شلون خلصت من أم 44؟ حبيبتي قلت لها أني بالشغل، شو بدي إلا يعني؟ ولي على هالشغل اللي ما كان يخلص. قولي حياتي هذا كله فداك يا قلبي. روح روح زعلانة منك هلأ تذكرت خاصيتك. خير مو كنا متزعلين وصالحتك ومش الحال؟ هلأ أنا غادة حبيبة قلبك بتراضيني بشقفة سيارة 1600 سيسي؟ هذا اللي الله قدرك عليه؟ ليش كم سيسي بدك يا بعلي لترضي؟ بدي سيارة فور ويل تقبر قلبي عالي. شو بك لك غادة؟ هديك بتشتري بمصرياتها. على كل ما بيغلى عليك شيء، بس مثل ما انك شايفة الأحوال دائرة هالكم يوم، وهديك ما عم يطلع منها فرنج إلا بطلوع الروح. لك والأنكة من هي كل كم يوم بتغير الرقم السري تبع حساب البنك مشان ما تحول لي ولا ليرة. لا تكون حسيت على شيء؟ أعوذ بالله، بس هي حاسة إني عم بسحب من حسابها أكثر من اللازم، فحبت تعمل لي فرقة إذن. هلا قيمة تافهة. إيه وأنت سكتت لها؟ سكتت لها، بكره بس تشوفي إيدها معلقة برقبتها بتعرفي الجواب لحالك. إن شاء الله بتقبر قلبي وبتقبش قلبي شو حبش.